في المسألة دي كده، مسألة رقم 2 في الشيت ده كده. سبيركال ريست، السبيركال ريست ده عبارة عن 3 ريفوليوت جوينت زي انت اللي شايفهم كده، دي واحدة في المحور دوت، وبعد كده كل واحد فيهم بتغطي محور من المحاور اللي هما اكس واي زد. السبيركال ريست ده الشكل بتاعه، وهتلاقي ان الجوينتس بتاعته دايما بيبدأ التراكم بتاعها من 4 خمسة ستة. ليه بيعمل الترقيم بالمنظر ده؟ لأن زي ما قلنا إن دايما هو بيتركب على يعني بيبقى في عنده مكان أو في عنده أرم قبل منه، يعني بيحدد البوزيشن بتاعه، وليكن مثلا تلاتة اللي هو ار بي ار أو أيا كان الشكل اللي موجود قدام. المهم إن السفيركال ريست ده بيبقى آخر 3 ديجري أوف فريدم موجودة يعني في المانيبليتور. فعشان كده هتلاقي الترقيم بتاعه بيبدأ من 4 5 6. أنت بالنسبة لك ككالكوليشنز يعني دي كده هي أول روتيشن موجودة، يعني أكنها ايكويفالنت للينك رقم 1، لينك 2، لينك 3. طبعا احنا قلنا ان المسائل بقى يعني بعد كده انا مش هبدأ بعمل اثبات للدي اتش يعني في بقيه المسائل. فالدي اتش بتاعتك انت حطيت الاول الكوردينيتس اكوردنج لي زي ما اتفقنا، القاعده اللي هي دي اتش 1 ودي اتش 2، لازم تحط كوردينيتس وفقا للقاعدتين دول. وبعد كده ملينا التيبل بتاعنا بالمنظر ده. بعد ما بتملأ التيبل كده بتبدأ تحط الاي ماتريكس، برضو انت بتبقى حافظها وبتحط بتعوض بس تعويض مباشر ما بين الارقام بتاعت كل لينك من اللينكات اللي قدامك دي. الاي ماتريكس واللي هي الاي 5 و4 و6 ده المفروض بعد ما بتجيبهم بتجيب التوتال هوموجينيوس ترانسفورميشن ماتريكس، اللي هي هنا بالنسبه لنا انت عندك 4 و5 و6، يبقى انت هتجيب لي تي 4 تو 0 اللي هي ايه 4 انت جايبها قبل كده، وهتجيب لي تي من 5 تو 0 اللي هي ايكويفالنت لي الاي 4 في الاي 5، وبعد كده هتجيب التي من 6 ل 0 اللي هي الايكويفالنت للاي 4 في الاي 5 في الاي 6. كده انت جاهز تحل بقى مسألة الجاكوبيان. عشان اجيب الجاكوبيان اهو ده تي 4 وتي 5. طبعا الخط هنا صغير لان ده معمول بالماتلاب، والمساله اللي جايه ان شاء الله على طول هوريكم ازاي بتكتب الكود بتاع الماتلاب وتبدا تتعامل معاه. هو انت لو حطيت الاختصارات اللي هي سي 4 سي 5 هتلاقي ان المنظر ده كش قوي. يعني علشان تجيب الجاكوبيان بتاعك فهنقول ان الجاكوبيان هيبقى هو نفس اللي قلنا قبل كده، الجي في والجي اوميجا النصين اللي هو لينير جاكوبيان والانجلر جاكوبيان. هبدا انا بالانجلر جاكوبيان. اول جزء عندي اول جوينت موجوده في المانيبليتور، انا بالنسبه لي هو ده كده مانيبليتور، يعني ماليش دعوه بقى ان هو كان كماله روبوت تاني. فاول جوينت عندي ريفوليوت، فاول واحده هتبقى 0 0 1، ولو انت عاوز تستنتجها اللي هي ار اي ناقص الواحد تو 0 انت بالنسبه لك بتاخد اخر عمود فيها ان هو دي البيزك روتيشن، دي اول روتيشن بيعملها. فكده كده الكولوم الاولاني عشان دي بالنسبه لك اول واحده هتبقى 0 0 1، تمام. الجوينت الثانيه اللي هي سي 5 المحور بتاعها اللي هو العمود بتاعها قصدي هو العمود التاني، فانت عشان تجيبها هتجيبها من الروتيشن ار 4 تو 0. هنرجع سلايد واحده كده لورا ونشوف الار اي 4 ديت، هجيب منها الجزء اللي في الاول ده اللي هو الروتيشن بتاعتي. انا هاخد بس الحته دي، ده العمود الاخير في الروتيشن ماتريكس، يبقى ماينس ساين اللي هو اس 4 وبعد كده سي 4 وفي الاخر كان 0. العمود الاخير ده كان بتاع سيتا 6، يبقى انا هروح اجيب من الروتيشن ماتريكس اللي هي ار 5 تو 0 هاخد منها العمود الاخير. الروتيشن ماتريكس ار 5 تو 0 بجيبها من الترانسفورميشن ماتريكس تي 5 تو 0، الروتيشن اللي هي اول 3 في 3. انا هاخد بس العمود ده اللي هما اول 3 كومبوننت في العمود الاخير اللي هو سي 4 اس 5 واس 4 اس 5 وسي 5، هكتبهم بقى هنا كده سي ار سي 4 اس 5 و اس 4 اس 5 و سي 5. كده انت خلصت الجزء بتاع الانجلر جاكوبيان. اللينير جاكوبيان قلنا عشان بنجيبه لازم اجيب البوزيشن بتاع الاند افكتور، يعني انا هجيب الاكس والواي والزد اللي هما طلعوا لي اخر حاجه. نشوف البوزيشن كان منين، بجيبه من التي ان تو 0، الان عندك تي ان تو 0 ما تتلخبطش، الان هو المفروض ان هو عدد الديجري اوف فريدم، او بتشوف الاند افكتور بتاعك اخر جوينت فيه كانت كام. انت عايز تجيب البوزيشن بتاع الاند افكتور، الاند افكتور الجوينت بتاعته الاخيره كان اسمها سي 6، يبقى انت عايز تي سي 6 تو 0 اللي هي دي. لو في حد عاوز يسمي المانيبليتور بتاعه كله يبدا يرقمهم 1 2 3 مفيش مشكله، بس هو حاطط لك ترقيم، يعني انا اوريدي جايبه لك المساله مترقمه فانت هتلتزم اللي انا حاطاه. لكن انت كان ممكن تتعامل اصلا معايا ولا هو سفيركال ريست ولا حاجه، هتعامل معايا ان هو بالنسبه لي كان مانيبليتور ار 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 وخلاص يعني.
فانت بتجيب التي 6 تو 0 اللي هو حاصل ضرب بتاع ايه 4 في اي 5 في اي 6، وتجيب البوزيشن فيكتور بتاعها اللي هو اخر عمود ده، باخد منه اول 3 كومبوننت، هو ده المكون اكس وده واي وده زد، يعني هو ده الجزء اللي انا هفضله. فهنا البوزيشن فيكتور بتاعي دي 6 ده المكون الاولاني، سي 4 اس 5، وبعد كده دي 6 اس 4 سي 5 اس 5 سوري، بس عايز اتاكد تاني ان انا نقلت الحاجه دي صح. وبعد كده دي 6 سي 5، وزي ما قلت قبل كده ما ننساش ابدا ان انا هغير اللون علشان الناس تبقى واخده بالها ان الدي 6 ده ما هوش فاريبل، علشان ما تجيش تفاضل غلط. الدي 6 يا جماعه مش فاريبل، ده كده قيمه كونستانت انت حاططها في دي اتش تيبل، علشان لما تيجي تفاضل ما يبقاش هو ده المتغير الاخير بتاعك، او يعني حد يجي يفاضل في حاجه يعني. طيب انا بالنسبه لي دلوقتي الجي في بتاعي اهو بالمنظر ده، اول كومبوننت هفاضلها بالنسبه لسيتا 4، انت العمود الاولاني هيتفاضل بالنسبه لسيتا 4، والتاني هيتفاضل بالنسبه لسيتا 5، والتالت هيتفاضل بالنسبه لسيتا 6 ماشي. فانت عندك اول واحد هفاضله بالنسبه لسيتا 4، دي 6 سي 4 اس 5، يبقى عندي دي 6 تنزل زي ما هي، ودي هتبقى اس 4 بس بالماينس، يعني فاضل السي 4 واس 5 تنزل زي ما هي. بعد كده هفاضلها هي هي بس بالنسبه ل 5، تبقى دي 6 سي 4 سي 5، وبعد كده هفاضلها هي هي بالنسبه لسيتا 6 مش موجوده، هاخد الكومبوننت الثانيه اللي هي دي 6 اس 4 اس 5، وهفاضلها بالنسبه للزاويه سيتا 4، هتبقى دي 6 سي 4 واس 5 زي ما هي، هفاضلها بالنسبه لسيتا 5 تبقى دي 6 اس 4 سي 5، وبالنسبة لسيتا 6 مش موجودة، هفضلها بالنسبة لسيتا 4 صفر، بالنسبة لسيتا 5 سالب دي 6 اس 5، بالنسبة لسيتا 6 صفر. يبقى الجاكوبيان بتاعك نرجع نجمعه تاني، هيبقى الجي الكامل بنبدأ باللينير الأول، يبقى دي 6 اس 4 اس 5 دي 6 سي 4 اس 5 صفر، بكده صفر صفر واحد، دي 6 سي 4 سي 5 دي 6 اس 4 سي 5 ماينس دي 6 اس 5، بعد كده العمود بتاع الروتيشن اللي هو هنا ده اس 4 سي 4 وصفر، اخر عمود صفر صفر صفر، وبعد كده البوزيشن بتاعه الروتيشن قصدي سي 4 اس 5 اس 4 اس 5 وسي 5. كده انا خلصت الشيكوبيان بتاع المساله، يعني لو انت عندك الدي اتش والماتريسيس جبتها اوريدي فالموضوع بيبقى سهل. المساله اللي بعد كده ده سكارا روبوت، سكارا روبوت بفكركم بيه تاني اللي جايبه لك ده دلوقتي، ادي جوينت واحده اللي هي ار ار بي ار، يعني ده 4 ديجري اوف فريدم R R B R ماشي، وهو حاطط لك الكوردينيتس بتاعته، وطبعا انت جبت انت دي اتش تيبل، هو هنا عاوز يخليك تستخدم الماتلاب كالكوليشنز بتاعتك. بول فور ذا فولوينج سكارا روبوت ارم فايند دي اتش تيبل، فاحنا اوريدي جبناه، هو ده انت جبته اوريدي في الفور كينماتكس قبل كده، وزي ما قلنا ان جزء الجاكوبيان مش هرجع تاني اشرح الحته بتاعت الدي اتش. فايند ذا فورورد كينماتكس اند ذن فايند جاكوبيان ماتريكس، حلوه قوي. هنشوف بس ازاي ممكن اتعامل معاها ككود، هو الكود موجود عندك في السلايدز بس هنوريه لكم في الماتلاب برضو يعني. فده كده شكل الكود اللي انا واخداه كوبي من الماتلاب. اول حاجه انت بتبدا تعرف في اللينكات، انت خدت الجزء ده اوريدي قبل كده بس بنعيده تاني. انا بعمل الاول سيمز، هستخدم السيمبوليك تول بوكس، فزي ما انت كنت بتكتب الدي اتش اللي فات ده وانت حاطط رموز A1 و2 و3 ودولت مش ارقام عندك طالما هو مش مديك ارقام، فانت عاوز برضو تعرف نفس الرموز دي، فبكتب السيمبوليك وتحط هنا الرمز اللي انت عاوزه بمسافه فاصله ما بينه وما بين التاني، وتي اتش 1 تي اتش 2 هي سيتا 1 سيتا 2 سيتا 4 ايا كان. طبعا الترقيم بتاعك اتفقنا بارقام الفريمز، يعني ده سيتا 1 سيتا 2 مفيش سيتا 3 يبقى في سيتا 4 على طول، يعني دي كده اسمها سيتا 4 بالنسبه لي، سيتا 1 2 و3 بصفر يبقى دي 4 وهكذا. بتبدأ الترتيب بتاعك انا كاتبه لك اهو، اول عمود هو عمود السيتا، تاني عمود هو عمود الدي، تالت عمود عمود الاي، رابع عمود الالفا، واخر عمود حاجة اسمها الدلتا اللي هي الدلتا،
وهي حاجة من الاتنين، يا صفر وده معناه ان هي ريفوليوت جوينت، يا واحد وده معناه ان هي بريزماتيك جوينت. تمام، الترتيب ده ترتيب المتلاب مش انت اللي بتغيره، يعني ده اللي هو فاهمه. هتغير انت الترتيب من هنا وتحط اي حاجه انت حر، ده الترتيب اللي المتلاب هيعتمده. اول قيمه من الرو هياخدها ان هي سيتا، بعد كده دي اي الفا دلتا. هنا ده ريفوليوت، ريفوليوت بريزماتيك ريفوليوت، وبدات تحط الارقام اللي عندي. الفاريبل تحط مكانه صفر، يعني انت عندك سيتا واحد وسيتا اتنين دولت فاريبل، فانا حطيت مكانهم صفار. طب ما سيتا تلاته هي كمان فاريبل، قيمه ثابته وقيمتها صفر، مفيش مشكلة طالما انت في الاخر قايل له ان دي بريزماتيك جوينت، فهو هيفهم ان دي قيمة. ولما تقول له ان دي ريفوليوت جوينت، هيفهم ان الصفر اللي في الاول ده كده كناية عن وجود الفاريبل بتاعك. ماشي، يبقى انا كده خلاص عرفتهم، لينك واحد لينك اتنين لينك تلاتة لينك اربعة، بتنقل نفس اللي انت حاطه هنا في التيبل. ماشي، ما تغيرش في اي حاجة، والرموز تحطها زي ما هي. وبالمناسبة كمان الزوايا تحطها راديان، يعني باي باي على اتنين، اتنين باي اند سو اون. يعني خلصت الكلام ده بقى هتسمي المانيبيوليتور زي ما انت عايز. انا سميته سكارة بنفس اسم المسألة، انت عايز تسميه بروبلم واحد انت حر. ده السيريال لينك، ال والنيم بقى الاسم اللي انت هتنده عليه بعد كده، يعني ده الاسم انت بسموه لي ده عبارة عن ار ار ار. ماشي، هو انا هستخدم بعد كده الاسم اللي انا حاطاه له من بره الحقيقة، يعني مش هستخدم التعريف الداخلي بتاع المانيبيوليتور. يعني بعد ما انت حطيت الاسم بتاعه ده، انا عاوز استدعي الماتريسيز اي 1 واي 2 واي 3. فكل ماتريكس انت عايز تستدعيها، يعني مثلا هنا ال A of I هتساوي ال L of I dot ال A of ال variable بتاعها. ماشي، هنا كده هتحط ال variable، يعني ايه مثلا؟ يعني انت عاوز تجيب ال A of 5 ماشي بتساوي ال L of 5، يعني اللينك الخامس، الماتريكس الخامسة ديت جاية من اللينك الخامس dot ال A الفاريبل بقى بتاعها، اللي هو يعني انت عندك ده اللينك خمسة، وليكن مثلا هي كانت ريفوليوت جوينت الفاريبل ده، فانا احط هنا السيتا خمسة، كان بريزماتيك يبقى هو دي خمسة بس. فانت هتبدأ تحافظ بس او تاخد بالك من ان الفاريبلز محمود معطوطة صح، ان الماتريكس التالتة الخاصة بالبريزماتيك، التانية خاصة بسيتا اتنين اند سو اون. خلصت انت الماتريسيز بتاعتك، بعد كده بقى استدعي الهوموجينيوس ترانسفورميشن ماتريسيز اللي هي تي 2 تو 0 تي 3 تو 0 وهكذا. طبعا انت عندك تي 1 تو 0، طبعا هو ما كتبش انا واحد بقى تو زيرو، انت عايز تسميها زي ما انت عايز يعني، بس هي تي واحد انا فاهمه ان هي تي واحد تو زيرو، فهي هيها ايه واحد يعني، فما فيش داعي ان انا اكتبها تاني، وسبت بس السيمي كولون عشان تبان لي بره. وتي اتنين هتبقى هي ايه واحد في ايه اتنين، تي تلاته تبقى ايه واحد في ايه اتنين في ايه تلاته، تي اربعه تبقى ايه واحد في ايه اتنين في ايه تلاته في ايه اربعه. خلصت الكلام ده؟ نعرف الفيكتور بتاع المتغيرات بتاعتي. المتغيرات بتاعتي زي ما احنا عارفين من المسائل اسمها فيكتور اوف كيو، ده الفاريابلز بتاعت الروبوت. الكيو اللي عندك يا سيتا واحد وسيتا اتنين ودي تلاتة وسيتا اربعة، ده الفيكتور بتاعك. فانا كتبت هنا الفيكتور بتاعي اهو، سيتا واحد سيتا اتنين سيتا تلاتة دي تلاتة وسيتا اربعة، وقلت له انا عاوزة ايه الجاكوبيان، جي بتساوي سكارا دوت، واكتب الامر ده جاكوب ماشي، مفيش ايه هنا في الاخر. وهفهمك الفرق ايه. وفي هنا ده صفر، ده مش او، ده كده ده صفر اللي انت حاطه في الحته دي، ده صفر زيرو اوف كيو. طب ليه الزيرو ده؟ انا كاتبه لك اهو with respect to الريفرنس، يعني هنا انت بتكتب الجاكوبيان هتجيبه بالنسبه للريفرنس. انت كل الماتريسيز بتاعتك والحسابات وانت عمال تنقل من عند الان للصفر، عمال تنقل من عند الاند افكتور للريفرنس فريم. في ساعات بتبقى انت عايز تجيب الجاكوبيان العكس، يعني انت عايز تجيبه للاند افكتور، بس هو ده مش قصتنا. بس عامه الامر بتاعه في الماتلاب هتشيل الصفر وتحط مكانها اي، ده كده with respect to الاند افكتور. اللي انا عايزاه هنا هو with respect to الكيو. عملت ران للبرنامج، طلعت لي الماتريسيز دي. طبعا اللي باللون الاسود الغامق ده انا اللي كاتباه، هو الماتلاب مش بيطلعها كده، انا هعمل لكم ران دلوقتي حالا. ده شكل اللي بيطلع من الماتلاب، وبتلاقيه عامل لك كده اقواس صغيره عند كل صف، يعني كده كده مخلصها لك. يعني المهم ان انا عارفه ان اول واحده بتظهر عندي هي الاي، وبعد كده ده تي 2 تو 0 تي 3 تو 0 تي 4 تو 0. طلعت بس الماتريسيز بتاعتي، وبعد كده ده امر جاكوبيان لما انا كتبته. هو بس كان عاوزك ان انت تستخدم الامر بتاع الجاكوبيان زي ما انت شايف كده، هو يعني مش بيصفي لي الاخر، يعني هنا تبع يعني ده اس واحد اتنين، ده كده سي واحد اتنين، ده ماينس اي واحد اس واحد، هكذا يعني الاختصارات بتعملها. كمان هتلاقي ساعات بيبين لك
الايماجينري بارت، يعني هو المانيبيليتور اقصد اقول الامر ده او استخدام السيمبوليك تول بوكس مع الروبوتكس تول بوكس بيخلي لك كده ما بيستخدملكش كل السيمبليفيكيشن الرياضيه الممكنه يعني، فتبقى انت عارف ان مش دايما الجاكوبيان اللي بيديهولك ده الصوره الاخيره بتاعته، بس هو موجود الى حد ما. يعني لو انت بتحل في البيت وعاوز تتاكد ان المساله بتاعتك صح ولا لا، كافي قوي ان انت مجرد ما تحلها بالامر ده ويطلع لك الماتريسيز انت تشتغل. يعني انا بس لو انا عايزه احل مسائل واتشك بسرعه وانا بقيت واثق من نفسي ان انا قادر اطلع ايه واحد وايه اتنين وايه تلاته واستخدم الاله الحاسبه، خلاص مفيش داعي ان انا اضيع وقت، اعمل رن الكود على طول على البرنامج واطلع الماتريسيز دي وابدا اتعامل معاها. اتعامل معاها ازاي؟ يعني لو انا بجيب الجي بتاعتي زي ما اتفقنا الجي اوميجا، انا هاخد اول جوينت عندي كانت ريفوليوت يبقى 001، الجوينت اللي بعدها كانت ريفوليوت سيتا 2 هجيبها من الار 1 فاروح اخد العمود ده، الجوينت اللي بعدها كانت بريزماتيك في 3 فتبقى 000، الجوينت اللي بعدها كانت سيتا 4 يبقى انا هاخدها من الماتريكس اللي اسمها ار 30، وانا عامل ران الكود فاروح عند دي على طول واخد الجزء ده اللي هو العمود الثالث اول 3 ارقام فيه، يبقى انا كده طلعت الجي في الجي اوميجا. الجي في عشان اجيبه هاخد العمود الاخير ده وهفضله مره بالنسبه، العمود الاولاني هيبقى مره بالنسبه لسيتا 1، العمود الثاني بالنسبه لسيتا 2، العمود الثالث بالنسبه لدي 3، والعمود الاخير بالنسبه لسيتا 4. وتاخد بالك ان ده الوحيد المتغير، يعني ده صفر وده صفر لما تيجي تفاضل بالنسبه لهم. دايما هقول الملحوظه دي عشان ما حدش يتلخبط فيها، لو انت بتحل بايديك دايما حط ستار فوق المتغير بتاع الدي علشان ما ترجعش تتعامل معاه على انه قيمه، تتعامل مع الاثنين التانيين دولت على انهم متغيرات فتلاقي الدنيا عندك باظت. دايما علم على المتغير عشان ما تتوهش. فالماتلاب او الروبوتكس تول بوكس مع السيمبوليك يساعدوك ان انت تراجع على الشيت بسرعه. يعني فلو انا عايزه اشوف دلوقتي الماتلاب كود اهو، ده الكود بتاعي اللي انا بنياه، هو اللي معاكم بره او اللي انا حاطته في السلايد، وانا عملت رن من هنا. ده شكل الكود زي ما انتم شايفين كده بيطلع لي على بره، ديت الدي اتش تيبل بعد ما كتبتها والماتريسيس. هو بس عيبه الوحيد الحقيقه اللي هو يعني مش كاتب لي هنا دي اي 1 او اي 2 او اي 3، مع ان هو يعني كان بيكتبها قبل كده او كان بيكتب حاجات زي كده، دي جاكوبيان هو كاتبه لي بس مفيش مشكله. المهم ان انت في الكود بتاعك مثلا كل اللي انت شايل من جنبها السيمي كولون فانت عارف انها هتبان. انا هنا مثلا شلت السيمي كولون ممكن اخفيها ماشي، وهاجي هنا هسيب بس الاي 1 عشان اشوفها، وبعد كده اللي هيبان لي اول واحد هيبقى ايه 1، بعد كده السيمي كولون كلها موجوده، بعد كده تي 2 اللي هتبان، تي 3 هتبان، تي 4 هتبان، والجاكوبيان هيبان. هتتلخبط خلاص، رجعهم كلهم، حط السيمي كولون عندهم كلهم، وبعد كده اظهر اللي انت عاوزها واحده واحده. يعني اول انا عملت رن اهو، يبقى اللي ظهرت عندي الوحيده هي ايه 1. انا ممكن مثلا اكتب ايه 2 ايه 3 وتكمل انت براحتك، يعني تكتب اللي انت عاوز تكتبها. الجاكوبيان ماشي، انت ممكن تعمل سيمبليفاي للجاكوبيان بس يعني مش دايما برضه بيوصلك لصوره كويسه. سيمبليفاي للجي ماشي، فهتلاقيه دايما ممكن يختصر لك ويقلل لك. يعني شوف الجاكوبيان اللي قبل كده كان بالمنظر ده، عمليات رياضيه يعني هو ما عملش اي حاجه جديده، هنا بدا يجمع لك الزوايا فاختصرها لك شويه، فالى حد ما هتلاقي موضوع الجاكوبيان ده ممكن يظبط لك الاداء، يعني اللي هو سيمبليفاي. ايا كان هو مش التارجت ان انا استخدمه في حل المسائل، لان انت كده كده الامتحان بالنسبه لك مش معاك اللابتوب يعني وكده، بس خلينا فاكرين ان كان الهدف الاصلي من الجزء ده او من ماده الروبوتكس بصفه عامه انك تقدر تبني البلوك دايجرام. دايما هنفكرك بان انت عاوز تبني البلوك دايجرام بتاع التحكم، فانت هتحتاج انك تبني البرنامج اللي بيساعدك ان انت تعمل ايه الجاكوبيان. نشوف بقى يعني انت محتاج البرنامج بتاع الجاكوبيان علشان تحل مسائل بيه كتيره، بغض النظر هو هيبين لك ايه، ده اللي انا عايزه اقوله يعني. نشوف المساله اللي بعد كده.